يتلعب في مراكش شلون حشومه يتلعب خارج خارج دونور. يا اما يديروا شي حل انه هاد الاغلاقات بزاف وهاد الدو ديما اللي كيبداو يصايبوا ديسو يشوفوا شي حل انه يصايبوا التيران باش تما الناس اللي ما يوقعش شي شجار. انا في الطريق راه تيوقع واحد الشجار انه بين الوداد وبين الرجاء وما عليهم ان الجيش جايه لعبه الجيش جايه لعبه في اسفي الماتش جايه لعبه هنا في مراكش مع التشيره قنيطره لعبه مع بلقرير. الله يبقاو في هاد الاجواء هادي اللي هي اخويه ما يوقعش شي شغب مشيو سالمين للدار. راه كما تيقولوا المهمات اللي تتعذبوا في هاد الاوقات ما تيوقعش شي شغب وداك الشيء. الحمد لله يا ربي ودوز هاد الدير بعد على خير ان شاء الله. الرجاء غتربح ان شاء الله الرجاء غتربح وان شاء الله اللي يلعب مزيان اللي يلعب مزيان غيربح ان شاء الله. انا جاي من الرباط انا ووليداتي الحمد لله الامور دازت امور الحمد لله كلها مزيانه وحنا رجاويين ووداديين معايا وليداتي رجاويين ووداديين وجايين من الرباط كنديبلاصاو على الوداد وعلى الرجاء بروح رياضي اللي ربح مرحبا حنا جايين نتفرجوا وجايين نفوجوا في مراكش ان شاء الله. لا الحمد لله ان شاء الله ما يكون حتى شي حاجه الحمد لله دابا حنا راه خوت والشغب نتمنوا ما يكونش ان شاء الله. وفي خاطر الحمراء كنموتوا على وديما حمراء وديما ولاد ديما وداد. حنا جينا من العيون جينا كنساندوا فريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله وغنحقوا واحد النتيجه ايجابيه من خمسه العشيه ديال البارح وحنا خارجين عاد باش جينا لمراكش والحمد لله الاجواء كما كتشوفوا كاين الجماهير وداديه وجماهير رجاويه اللي كنتمنوا تصوت الروح الرياضيه طيله المقابله ونهايه المقابله وحنا راه مغاربه كاملين وكتجمعنا كره واحده ودم واحد ودين واحد كل واحد يرجع لمهمته سالم وديما راجع. الوداد دار تحليها دونور عندنا عصبه عندنا نصف العصبه خاصنا نلعبوا في دونور دابا فرقه كتدخل على برا حنا كنربحوها بجمهور فهمتي كتجي فرقه على برا حنا كنربحوها بجمهور بلا كره تضرب البيش دابا هما كيديونا التشربات بنادم كيخسر فلوسه.